اول حاجه الاوسلو كولينج كريستالايزر زي ما احنا شايفينه كده. الاوسلو كولينج كريستالايزر احنا قلنا الكريستالايزيشن باي كولينج ده بيتم للسوليدز اللي السولوبيليتي بتاعتها بتتاثر بدرجه الحراره. يعني ايه؟ يعني كل ما بنزود درجه الحراره كل ما السولوبيليتي بتزيد. فالشيء الطبيعي ان احنا لما نيجي نعمل كريستالايزيشن لازم نعمل بالكولينج. فبالتالي الفيد اللي بيدخل عندنا من فتحه الفيد اللي على ايدنا اليمين دي بينزل هوت فيد، خلاص سخن، بيبدا يدخل جوه كريستالايزر، جوه كريستالايزر جوه البايب ديت، يدخل ويمشي ويمشي لغايه ما بيطلع عند هنا البامب. البامب بتسحبه بتدخله جوه الكولر اللي موجود عند ايدنا الشمال. يحصل له طول ما هو ماشي جوه البايب دوت من اول ما بيدخل من فتحه الفيد لغايه ما بينزل ويروح لغايه الكولر ده بيحصل له كولينج، جراديوال كولينج، كولينج 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 طول ما هو ماشي لغايه ما بيوصل للكولر ده بيحصل له كولينج بشكل اكبر، خلاص، ويبدا ينزل تحت عندنا في الكونتينر اللي موجود تحت ده. خلاص تبدا اللارج كريستلز تتكون تحت واللي فوقها ميديوم وبعد كده فاين لغايه ما بيطلع فوق بيبقى عندنا المازر ليكور اللي احنا اتكلمنا عنه، يبدا يدخل تاني جوه البايب خلاص ويحصل له ريكريستاليزيشن تاني ويروح عند الكولر ويحصل ريكريستاليزيشن تاني مع دخول الفيد السخن معاه. خلاص يا دكاتره. طيب عندنا تحت اللارج كريستال بتتكون تحت نقدر نفصلها بسهوله من الفتحه اللي موجوده عندنا تحت الجهاز دي. طيب الادج بتاعت الجهاز دي ايه؟ السمول كريستال تقدر تفصلها عن اللارج كريستال. تاني حاجه نو بريسيبتيشن تيكس بليس، يعني مفيش، ما بيحصلش بريسيبتيشن جوه الجهاز. طيب تالت حاجه ان هي ممكن تبقى باتش او كونتينوس ايه بروسيس هاي. رابع حاجه بيبقى ليها هاي كاباسيتي. بتتحكم في ايه هي العوامل اللي بتتحكم في العمليه بتاعه الكولينج كريستاليزيشن، الكريستاليزيشن باي كولينج سوري. اول حاجه الفيد ريت، المعدل اللي انت بتدخل بيه السوليوشن بتاعك. تاني حاجه الفيد تمبريتشر، درجه حراره الفيد اللي انت مدخل بيها. تالت حاجه الهيت ريموفال ان ذا كولر، يعني كميه الهيت الكولينج اللي حصلت في الكولر دي قد ايه. خلاص دي تلات عوامل بتاثر على كفاءه الكريستاليزيشن كولينج. طيب بعد كده الاوسلو ايفابوريتيف كريستاليزر، ده الشكل بتاعه وده بيستخدم للمواد اللي ما بتتاثرش، الذوبان بتاعها ما بتاثرش بدرجه الحراره خلاص. فبالتالي بتعمل لها كريستاليزيشن عن طريق الايفابوريشن، بيدخل الفيد في درجه حرارته العاديه جدا مش هوت ولا حاجه خلاص، يبدا يدخل على الهيتر فيسخن يحصل ايفابوريشن. عشان يحصل ايفابوريشن بشكل اقوى بيدخل جوه حاجه اسمها فلاش ايفابوريتور. الفلاش ايفابوريتور ده بيبقى اندر ريديوس بريشر، فبيحصل ايه للفيهيكل اللي دايب فيه السوليد بيحصل له ايفابوريشن عشان خاطر يعادل فرق الضغط الموجود عندي، فيبدا يحصل ايه ايفابوريشن للايه للفيهيكل دوت ويحصل سوبر ساتوريشن للسوليوشن اللي عندي، يبدا ينزل تحت وتبتدي اللارج كريستال تتكون عندي تحت والفاين تبقى فوق لغايه ما بيطلع فوق مازر ليكور ويدخل تاني من الفتحه اللي تحت دي اللي عند الفيد ويبدا يدخل في الهيتر تاني ويحصل عمليه ريكريستاليزيشن تاني. طيب تالت جهاز ده اللي هو الفاكيوم كريستاليزر او الاوسلو فاكيوم كريستاليزر، ده بيستخدم عشان المواد اللي هي الثيرمونابايل وده بيبقى في كريستاليزيشن اندر فاكيوم، بيحصل الايفابوريشن اندر فاكيوم، بيبتدي الفيهيكل يحصل له ايفابوريشن عشان يعادل الضغط جوه الجهاز. طيب الادفانتج بتاعته ايه؟ ان هو بيبقى الكوست بتاعه قليل، low cost due to absence of heat heated head. تاني حاجه absence of cooling prevent surface corrosion. تالت حاجه used for thermolabile substance. وشكرا. Thank you.